في هذا الفيديو سأريك أفضل 5 تطبيقات أندرويد مفيدة جدا تسهل عليك استخدام الهاتف بشكل كبير، فضروري جدا أن نصل بهذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكس. نعم أنت الذي تشاهدني الآن، قم بالضغط على زر لايك. لنبدأ على بركة الله في فيديو اليوم. بداية مع تطبيق Quick Cursor. هذا التطبيق سيفيد من لديه هاتف بشاشة عملاقة 6.5 أو 6.7 إنش، فمن المستحيل أن تصل إلى أعلى شاشة هاتفك وأنت تستخدم الهاتف بيد واحدة، تدردش على واتساب أو أي شيء من هذا القبيل بيد واحدة، فمن المستحيل جدا أن تصل إلى أعلى الشاشة لسحب القائمة أو للدخول إلى تطبيق ما. هذا التطبيق سيوفر لك ماوس حقيقية كشكل الكمبيوتر، ويمكنك الوصول إلى أي تطبيق أو أي موقع في أعلى شاشة الهاتف بيد واحدة وبدون الحاجة لاستخدام كلتا يديك، فيمكنك الوصول إلى أي تطبيق أو إلى إشعارات أو أي شيء من هذا القبيل انطلاقا من الكرسر الذي يقدمه لك هذا التطبيق. في العديد من المرات تريد شرح أمر مهم لصديقك عن طريق واتساب أو فيسبوك ولا يفهم بشكل جيد، تطبيق ميرو يمكنك من خلاله شرح أي شيء تريده ويظهر على هاتف صديقك بشكل مباشر أو لايف، ويمكنك استخدام الرسم أو الأشكال أو النصوص أو الستيكرز أو أي شيء تريده لكي تصله فكرتك بشكل واضح انطلاقا من هاتفك فقط، يمكنه مشاهدة ماذا ستشرح له بشكل مباشر. تطبيق مفيد جدا، والأهم من هذا خدمة مجانية 100%. هل تساءلت يوما إذا كان هاتفك به تطبيق يسرق بياناتك؟ هل تعرف أنه يمكن التجسس على صورك ورسائلك في خلفية الهاتف وبدون علمك؟ هذا التطبيق سيحل لك هذه المشكلة، حيث يمكنك معرفة تفاصيل جميع التطبيقات المثبتة على هاتفك الأندرويد وهل هناك تطبيق مشكوك في أمره يصل إلى صلاحيات ليس من شأنه، كتطبيق لشراء على الإنترنت على سبيل المثال ولديه الصلاحية لتسجيل المكالمات. هنا يصبح الأمر مشكوك فيه، وهناك العديد من التطبيقات التي تأخذ صلاحيات ليس من شأنها وربما تسرق تلك الداتا أو تلك البيانات وتبيعها بشكل برايفت أو بشكل خاص، وبالتالي يجب عليك حذف تلك التطبيقات حالا وفورا، خصوصا إذا كانت لديك بيانات حساسة، صور معروفة أو صور عائلية أو صور حساسة وشخصية وتريد بعض البرايفسي، أنصحك بتجربة هذا التطبيق. في كل مرة تريد شحن الهاتف أو إزالته من الشحن تسمع هذا الصوت المزعج والممل. تطبيق Battery Sound Notification يمكنك من تغيير صوت شحن الهاتف بأي صوت تريده أو موسيقى أو أي شيء تريده من اختيارك، وفي كل مرة يصل هاتفك إلى 100% في الشحن أو تقوم بشبك الشاحن أو تقوم بإزالة الشاحن ستسمع موسيقى من اختيارك أنت بدلا من الأصوات التقليدية والمملة جدا الموجودة في الهاتف. في العديد من المرات تحتاج أن تبقى شاشة هاتفك مفتوحة بدون أن تطفي، سواء لقراءة كتب أو الاستماع إلى فيديو على يوتيوب أو موسيقى أو العديد من المواقف الأخرى التي ستحتاج فيها هذا الأمر. تطبيق كافيين يمكنك من إبقاء شاشة هاتفك مفتوحة إلى حين تعطيل التطبيق نفسه، والذي يعتبر أمرا مفيد جدا في العديد من الحالات. اسم كافيين على وزن كوفي، يعني تقوم بشرب قهوة وتبقى فائقا الليل بأكمله، ليس هناك أي نوم. أيضا هاتفك إذا أخذ الكافيين سيبقى فائق ولن يغلق شاشة هاتفك إلى حين أن تقوم بتعطيل التطبيق نفسه. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا استفدت من هذه التطبيقات دمر زر لايك، سأكون جد سعيد لو ضغطت على زر لايك وشجعتني للمجهودات التي أقوم بها على قناة العالم ذكي. طبعا روابط تحميل جميع التطبيقات ستجدها أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ولنضرب موعد في فيديو مقبل. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.